سلام، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير. وصفتنا تاع اليوم دي كورني سالي. نبدو في الوصفه. بسم الله، عندي كاس ونص. انا درت كميه قليله، كاس ونص تاع فرينه، مغرف صغيره خماره، مغرف صغيره خبز، وعندنا 3 مغارف تاني صغار تاع بلوتو 3 مغارف كبار تاع زيت. تنجمو تعوضوهم بالزبده لا بغيتو. عندي مغرف صغيره تاع ملح والبياض تاع بيضة. الصفار نخلوه لا دورور، نجمعوهم بربع كاس تاع ما باسكو عندنا كمية قليلة. كما راكم تشوفوا انا وجدت غير الكاس باش نعرف العبر. دات لي هاد الكاس ونص تاع فرينة، دالي غير ربع كاس تاع ما. فوالا، نلموها، ما نعجنوهاش بزاف، غير هكا قد ما ندخلوا الماء في الفرين. نخلوها تريح، ما غاديش تخمر بزاف، غير تريح. لو طون انا اللي وجدت لافارس وكاع كانت العجينه تاعي ريحت بون. انا خليتها تتلاصق بزاف كما شفتوا من جيت ايطاليها احتزت طابي. نورقوها هكا ونديرو اشريطه غير بالخدمي. نجيبو لي كورني تاعنا، نستعملو لافارين باسكو انا العجينه قلت لكم كانت شويه تتلاصق. نديرو هكا، نقعدو فوق هذاك الشريط، نزيدو نديرو شويه تاع العجينه. اونفان لا فيديو راهي تبين لكم. نبدو من تحت من هذاك لو بو تاع الكورني ونطلعو. ابخي هذيك اللي وين نلمو العجينه تماك نحطوهم فوق السني. هنا استعملت تاني هذوك تاع السيجار باسكو ما كاش عندي بزاف تاع لي كورني. نطلوهم في الصفر تاع البيض اللي خليناه، نزيدو له شويه خل ولا شويه نسكافيه، ودرت شويه تاني تاع سانوج. هنا كنت موجده الكفته، طيبتها كيما تاع البوريك، بصل وملح شويه حرور، ووجدت تاني لا بيشاميل. فوالا لي كورني بعد ما طابو جاو خفاف من الداخل كيما شفتو، والعجينه تاني جات خفيفه. نجو نعمرو، هي يكون عندكم لابوش طرافاي يجيكم ساهل، انا ما كاش عندي دونك نغبن شويه غير بالمغرف. تعمروهم والحشو يبقى اختياري، تنجمو ديروا حشو بسيط بالطون ومعيش ولا. وفوالا هادو هما في طبق تقديم، جاو بنان وخفاف هكا، ترافقوهم مع حريره ولا. جيسبر لا فيديو تكون عجبتكم وتسيو الوصفه، وما تنسوش تاني ابوني وجيم. سلام على بروشين.